مساء الخير متابعي اليوم السابع، معكم عزوز الديب هنا لكي ننقل اليكم قصة كفاح سيدة بمليون راجل. بالفعل سيدة زي الاسد، زي ما حضرتك ما شايفين معانا، هي سيئة روسيكي. هنعرف القصة وما فيها عن هذه السيدة، بتشتغل ليل ونهار، وزي ما انتم شايفين معانا ايضا بنتها معاها على التروسيكل. هنعرف القصة وما فيها من خلال امجاد. هنعرف ايه اللي خلاها تسوق تروسيكل. تبتدي، معلش هعطلك معايا بس 5 دقايق. اتعرف بيكي بقى وتكلميني. امجاد احمد عبد الهادي، عندي 30 سنة، قاعدة هنا في بهتيم شبه الخيمة القليوبية، بشتغل على المكنة دي بقالي ساعة الكورونا كده. هو كان الأول شغل شباشب، بس الحمد لله ربنا مكرمنيش فيه قوي، جبت المكنة واشتغلت عليها وربنا كرمني ورزقني الحمد لله يعني بيه. طيب كلميني، انت كنت شغاله قبل كده ايه؟ يعني كنت بتقولي اشتغلت كل شغلانات. كل حاجه الحمد لله اشتغلت في مصانع، اشتغلت في مجال الملابس، بيع اي حاجه، مصانع اي حاجه، كل حاجه اشتغلتها. اشتغلت بردك سلالم، كان زيت في وقت جه الوقت ملخبط معايا، لحد ما فتحت مشروع الشباشب ساعه الكورونا وجبتها انقل بيها البضائع بتاعتي. الناس بعد كده بدات تطلبني ان انا انقلها بضائعها كمان، اول وحده لكل حاجه يعني، بدات انقل للناس. من هنا بقى جت الفكره ان انا اشتغل للناس برضه، لان الشغل بدك واقف. فتحت محل بس ما جازش معايا، فبدات اشتغل، دي بقى شغلي واكل عيشي. كده تقريبا بالك قد ايه بالتروسيكل؟ وعرفيني مين الاموره اللي وراك دي. دي بنتي بسمله. تمام. جوزي تعبان شويه وعنده مشاكل صحيه وكده، هو يعني انا المسؤوله عن البيت، بشتغله بصرف على البيت. هو في وقت صحته كان شغال معايا، بس لما حصلت الظروف ما قدرش يكمل شغل. انت اشتغلت كل الشغلانات؟ الحمد لله. صح كده؟ تمام. طيب امجد، انت بتبداي يومك الساعه كام؟ وبنتك على طول، انا شايف ان انت بتقولي معاكي على التروسيك على طول في ايدي. اي شغلانه؟ في ازهري، داخله ان شاء الله سنه تانية ازهري، بس هي عندها تاخر شويه فما بقدرش اسيبها بصراحه. انا اي شغلانه اشتغلتها ما عرفتش اشتغلها، عشان ما كنتش عارف اسيبها، سيبها فين ولا مين، ما كنتش اقدر اسيبها، فبقيت اخدها معايا في كل شغل. بقى اشتغلت الشغلانات اللي هي تقدر تكون معايا فيها، ومن ساعه لما جبت التروسيكل وقت الكورونا، لان الشغل معانا خرب شويه الحمد لله يعني، جبته واشتغلت بيه. التروسيكل ده جايباه بكام؟ انت بتقولي كنت جايباه مستعمل. كان واحد جاري في الشقه القديمه كان معاه تروسيكل عرضه للبيع، خدت دفعت منه 5000 وكان عرضه ب 10، بدا يقسط لي الباقي، كان اخر سيوله معايا الحمد لله يعني. انت الناس كلها هنا حباك في المنطقه يعني، كل مثلا عليك الناس وصلت للبيت. الحمد لله. كل في الاول كان بيتريقوا عليا طبعا، ازاي، لان بصراحه كنت لابسه لبس رجالي، لان كنت خايفه من الناس تضايقني متريقه. لما اكتشفوا بعد كده ان انا ست، بقيت البس خلاص لبسي، يعني كنت الاول باخد هدوم جوزي الصراحه، بدات البس لبس، بقت الناس تحبني تشاور لي، في ناس والله العظيم بقوا يقفوا يتصوروا معايا يشجعوني يدعوا لي ربنا يرزقني، والحمد لله على محبه الناس الحمد لله. كلميني، انت بتنقلي كل البضائع للناس صح كده، او اي شيء بتنقليه؟ اي حد عايز ينقل اي حاجه. بقى النقله بكام؟ كلميني على يومك بيبدا الساعه كام؟ لا، يومي بيبدا على حسب التليفون، لان انا سايبه تليفوني للناس كتير، اتصلوا بيا انزل، لو ما فيش تليفون انزل الف ادور على رزق. بيبدا الساعه كام؟ على حسب ما بصحى، وممكن اخلص الساعه 1 بالليل، ممكن انزل من 10 الصبح، ملوش موعد الصبح. ما بتخافيش وانت ماشيه بالليل مثلا؟ بصراحة بخاف. لا بخاف بصراحة، بس حب الناس ليا وتشجيعهم ليا بيجمد قلبي بصراحة يعني. الناس بتحبني وتشجعني، ما تعرضتش لمضايقة يعني، زي أي بنت حد يعاكسها حد يضايقها، لا بالعكس، بلاقي الناس بتحبني تشجعني. هي كانت كل المضايقات لجوزي شوية يعني. يعني انت زي ما حدش طبعا يعرف مشكلته ولا العجز اللي عنده، فانت ليه مش سايق، ليه سايبه هي تسوق؟ فكان بيضايقه الصراحه، بس ما همناش كلام الناس، اكل عيش ما يهمهوش كلام الناس. كلميني بقى على السيدات جنبك في المنطقه، اخبارهم ايه معاكي؟ الستات؟ لما بشوفك بتسوق بتروسيكل، محدش حاول يقلدك مثلا؟
منطقة شعبية. في ناس بتحاول تشتغل وتقلدني بس كشغل على التوسيكل لا ما حدش شفته. لكن في ناس بتنزل تشتغل مع جوازتها وناس بتساعد جوازتها. وفي بنات كانت بتقعد دلوقتي تشتغل معايا وكنت اخدهم. وفي حتى جيراني هنا كانوا بيعرضوا ان انا اشتغل معايا وانقل لهم. كنت بوافق مفيش مشكله. انا اسف في سؤالي معلش. طبيعه شغلك انت بتشتغل قلت في كل المجالات. اشتغلت في معلش نعيد تاني للناس اللي ممكن كانتش لسه تابعت معايا انا اللايف. اشتغلت في بس سلالم اشتغلت لما كان زاد. عشان بتتكسفي كده وتشغله ولا الشغل مش عيب؟ العيب اللي انا كنت مدي ايدي لحد ولا كنت اللي انا يعني اهين نفسي. هنا عندي اللي انا بشوف ناس بالبخور ربنا يرزقهم كل حاجه بس ما كانش يجي لي قلب اقول اشتغل بالحال احسن. اخش المقالب بصراحه اخش المقالب واوطي واجم الارض واطلع اعدد للناس اللي عايزه تمسح سلالم. كنت اطلع ما كنتش اكسف. اكل العيش ما فيهوش كسوف. المهم ما اعملش حاجه غلط ولا اغضب ربنا ولا الحمد لله. انا عايز اقول لك الناس كلها ما بتحلق لك وبتقول لك ربنا يبارك لك ويديك الصحه يا رب لك بنتك. عايزين نسال بنتك بقى يعني انت بتقول عندها تاخر. عندها تاخر من اول ما هي اتولدت في الثامن فجت لها مشاكل. كان الاول تاخر نمو وتاخر عقلي. تاخر النمو كانت بتاخد كورتيزون هو اللي تخنها كده اهوت الادويه بتاعتها فيها كورتيزون. تاخد عقلي لسه ما بتمشيش كويس. لسه ما بتتكلمش كويس حتى مع حضرتك. اسمك ايه؟ بسمله. عندك كام سنه يا بسمله؟ 7 سنين. تحبي تقولي لماما ايه؟ بقول لماما اللي ربنا يرزقهم ويديهم الصحه ويشوفوا والناس تحبهم. انا عايز اقول لحضرتك احنا بنتكلم بسمله هي بطبيعتها بالفطرة يعني مفيش اي صعب. الكلام كان معاها هي بتقول لي هي في مدرسة كانت قبل الهوى في مدرسة ازهري وبتحاول تجتهد تبقى شاطرة. وكنت بشتغل مع ماما وكان كل حاجة بشتغل معاها كنز وحاجات. وكنت بستهزم مع بازم بازم بشتغل معاها. مفيش ما بتزعليش من ماما في شغلها؟ لا. بتقولي لها ايه طيب؟ بتقولي لها تقولي لها ايه؟ قولها ربي نزايك ويديك الصحة وقت يا كريم. أمجد أنا ربنا لك الصحة. أنت عندك تقريبا من العمر يعني في التلاتينات صح كده؟ الحمد لله. ربنا يعينك ويوسع عليك خلال الفترة الجاية في نفسك طورت تمسكي تخليه إيه أو تشتغل في مشروع إيه؟ نفسي في أي حاجة ثابتة. يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا عايزه انا متبهدله شغل ومتمنمطه الحمد لله من وانا عندي 17 سنه. فنفسي في شغلانه ثابته. نفسي في حاجه ثابته اي حاجه مش شايفه حاجه معينه. يعني اتكلمتي انت كنت واخده ده قسط وخلصتيه ولا لسه؟ الحمد لله خلصته. بس انت بتقولي عنده في مشاكل. اديك شفت صوته عامل ازاي. ده الحمد لله وش حضرتك حلو اللي هو قام. ده بقاله يومين مش قايم الصراحه. كل يوم والتاني عند الميكانيكي في مشاكل كتير بس الحمد لله. يعني بياخد مصاريف اكتر مننا بس الحمد لله على قد على الاقل بيجيب لنا مصاريفنا. الحمد لله بصراحه ما اكذبش عليه. انت عايزه وفي الفتره دي هو اللي واخد المصاريف اكتر مني. عشان الصيانه بتاعته. الصيانه والكلام ده كله صح. انا عملت له عمره كامله ومغيره له اللهم صل على النبي ورق الكورونا والورق بتاع الكروت مغيره له 3 مرات لحد دلوقتي. العمره مرتين متخيل في سنتين ثلاثه خد عمره مرتين. هو موديل 2013 موديل قديم جدا ووزنه تقيل جدا. هو لو وقف مني في مطب انا الحمد لله اللي بقدر اشده واطلعه. اعمل ايه؟ بصراحه اولاد الحلال بيجروا في اللي راكبين مواصلات اللي ماشيين على جنب بيجروا يساعدوا معايا. هو اغلبيه الوقت بيدوس زق يعني ما بيدوش بالمارش ما بيدوس زق. في نفس الفتره الاخيره كده. انت نفسك تجددي التروسيكل او التروسيكل الجديد صح كده؟ زي ما بتقولي؟ نفسي. اكل عيش بصراحه ودي الشغلانه هي مش ثابته معايا عشان هو اللي باخد المصاريف اكتر لان هو عطلان. فنفسي عشان بصحة اكل عيش وفاتح بيتي. او كشك او اي حاجه. تمام. مش عارفه اقول لحضرتك ايه يعني. انا بشكرك وبشكر متابعي المسامع انك تطلقي دلوقتي قدامنا بالتروسيك. ادعي لي طيب. ربنا يعينك ويقويك. انا عايز اقول لحضرتك زي ما انتم شايفين معانا كده سيدة بمليون راجل بتحاول تساعد زوجها واسرتها ان هنا في منطقة شعبية وهي سيئة عشان تاكل العيش.
بتشتكي على اكل عيشها. بشكر متابعي اليوم السابع، كان معكم عزوز الضيف هنا من ضيف 6 مليون راجل، زي ما انتوا حضرتك شايفين معانا كل منطقه حابينهم اتفرج عليهم.